صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 35 لسنه 2022 بتعيين مدراء في وزاره التربيه والتعليم جاء فيه يعين في وزاره التربيه والتعليم كل من السيد فواز احمد الشروقي مديرا لاداره الاتصال السيده ناديه سعيد ناجي المريسي مديرا لاداره نظم المعلومات السيده زهره عبد الله عيسى الدلال مديرا لاداره الخدمات الطلابيه